بفيديو اليوم بدي احكي لكم قصة اكثر يوم حزين كنت فيه لما كنت صغير. ولكم يا جماعة كان راح يصير مع اكتئاب من ورا الاشي اللي صار. انتصب علي نصبي يا اخوان، اقسم بالله كنت كثير غبي. وبهاي القصة موجود قناص العرب، فجيبوا اي اشي تاكلوه، شيبس او بسكوت، واستمتعوا بالقصة. وبدي اعتذر منكم على السحب يا اخوان، بس والله انه صار معي ظرف سيء. كمان بدي اشكركم على 200 الف اخ واخت اشتركوا بالقناة، والله اني بحبكم يا اخوان ويسعد دينكم كلكم. وهسه قبل ما ابلش بالقصة لا تنسوا اللايك والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس برضه صلوا على النبي يا جماعة. ويلا خلينا نبلش. بلشت القصة لما كنت صف سابع، وكنت دائما لما اداوم على المدرسة اشوف اصحابي قاعدين بيلعبوا لعبة وكانوا مندمجين كثير فيها وكانوا مكيفين على اللعبة يا اخوان، ولما تحكي معهم ما يكونوش مركزين معك، خلاص مركزين بس باللعبة. ومؤمن صاحبي كان مركز معهم باللعبة ومندمج معهم وبيلعب معهم. فانا اول فترة ما اهتميت للموضوع، قلت شو يعني قاعدين بيلعبوا لعبة، شو اسوي لهم؟ وانا وقتها يا جماعة كنت احب العب لعبة ماينكرافت. كنت انا واخواني يا جماعة ندخل على نفس السيرفر ونعمل بيوت وعمارات وشوارع، كنا نعمل مدينة كاملة. مرة يا اخوان انا لحالي عملت مدينة كاملة فيها عمارات وبيوت وسوبر ماركت ومسجد، كان فيها كل شيء المدينة اللي بنيتها. وكمان كنت استنى اولاد خالتي يجوا عشان نشبك كلنا على ماينكرافت ونصير نلعب مع بعض ونتحدى بعض مين يعمل بيت احلى ومين يعمل بيت اسرع. المهم بيوم من الايام كنت مداوم على المدرسة وصارت هوشة كبيرة، كنا هيك قاعدين بالصف، واللي فجأة قام مؤمن وصار يصرخ انه ليش هيك تهجم بالحرب؟ ليش تجيب بس نجمة بالحرب؟ بدي 3 نجوم انا. وولعت هوشة كبيرة بنص الصف. وزي ما قلت لكم قصة قناص العرب انه احنا بالفرصة كنا نقعد يا ورا المدرسة يا بالصف عشان قناص العرب ما يشوفنا ويضربنا. فهاي المرة يا جماعة كنا قاعدين بالصف وصارت هوشة كثير كبيرة. المهم صارت هوشة كبيرة بالصف وصاروا يصرخوا وانا قمت بدي افزع مع مؤمن. اول ما شفت مؤمن عامل هوشة يا جماعة قمت وهجمت معه، واصحاب الولد اللي تهاوش معه مؤمن برضو صاروا يفزعوا معه، وولعت هوشة بين كل طلاب الصف. ولا فجأة بدخل علينا قناص العرب. احنا خف عقلنا يا جماعة انه هاي قصة ثانية مش قصة قناص العرب. قناص العرب شو جاي يسوي هون؟ مو هو يا جماعة القصة هاي بالصف السابع وقناص العرب موجود بالمدرسة بالصف السابع، فانه عشان هيك موجود قناص العرب هاي القصة. المهم فجأة انفتح الباب ودخل علينا قناص العرب. ليش بتعملوا مشاكل بالصف يا كلاب؟ وصار يضرب فينا يا جماعة. ولما اجى دوري وصار بده يضربني قلت له استاذ صلى على النبي بالله عليك، انا ما عملتش هوش معهم، انا كنت افزع بينهم، انا بحب السلام، كنت افزع بينهم. انا شفتك وانت بتضرب الولد على وجهه يا كلب. المهم يا جماعة اكلنا قتلة وخلصت الفرصة واجت الحصة الرابعة. وقبل ما تبلش الحصة صرت اسأل مؤمن انه ايش سبب الهوشة وايش اهجم بالحرب ونجمة وثلاث نجوم، ايش في؟ ليش تهوشتوا؟ مؤمن حكالي هاي لعبة اسمها كلاش اوف كلانس، بتقدر تعمل قرية وبتهجم على قرية ثانية وبتقدر تنضم لكلان وتهجم بالحرب بهذا الكلان وتصير حروب وزي هيك وبتهجموا مع بعض وبربري وارشر وتنين وكل اشي. انا قلت له اوه والله شكلها لعبة حلوة يعني. اذا ما احا يا اخوان انا قاعد بعمل اعلان للعبة كلاش اوف كلانس بلاش يعني بدون مصاري. شركة كلاش اوف كلانس سوبر سيل ابعثولي على الخاص تعال. المهم دخلت على المتجر وحملت اللعبة، واول ما دخلت على اللعبة يا جماعة لقيت قريتي كثير صغيرة كان فيها بس بيت، ومؤمن قريته كانت مليانة مدافع وجدران ومناجم ذهب ومستخرج اكسير، كان فيها كثير اشياء، انا فيش فيه غير بيت بقريتي. وصاروا اولاد صفي يتمسخروا علي انه شوفوا قريته كيف فيها بس بيت بنقدر نهجم عليه بس بارشر، بنقدر نكسر البيت وخلاص بنفوز عليه. وكانت قرياتهم كثير قوية يا جماعة، فانا هون انقهرت وصرت بدي اعمل قريتي كثير قوية. ولما روحت على البيت زديت الشنطة ومسكت التلفون ودخلت على كلاش وظليت اهجم واجمع موارد واظبط القريه، اهجم اجمع موارد اظبط القريه، وظليت على الحاله هاي اسبوع لحتى خليت قريتي قويه، مش زي قريه مؤمن كثير قويه، بس انه منيحه قريه صارت. المهم انضميت للكلان اللي كانوا اولاد صفي عاملينه وشاركت معهم بالحرب، وكنا قاعدين بالصف وبدنا نهجم بالحرب يا جماعه، وانا كنت مشارك معهم بالحرب، اه يا اخوان انا خلص صرت زيهم ماسك التلفون ومندمج باللعبه. ولما صرنا بدنا نهجم بالحرب كان في عنا حصه علوم، واستاذ العلوم زي ما بتعرفوا يا اخوان كان كثير مايع. فاحنا قلنا بنمسك التلفونات بحصته ونصير نهجم بالحرب بحصته. المهم انا هجمت بالحرب وجبت 3 نجوم، ولاد صفي صاروا يتطلعوا علي وهم مبسوطين مني وكانوا بيعززوا لي. وهجم مؤمن بالحرب وجاب 3 نجوم، برضه كلنا صرنا نتطلع على مؤمن واحنا مبسوطين وبنعزز له. ولا في واحد من اللي هجموا بالحرب ما جاب ولا نجمه وجاب 59%، ما جابش ولا نجمه. مؤمن هون عصب وقام وصار يصرخ عليه بنص الحصه وحكى له انت غبي ما بتعرف تهجم بالحرب
والله لا طرك من الكلان يا غبي. استاذ العلوم هون صفن يا جماعة وخف عقله، قال ايش في مالك بتصرخ؟ واجى علينا يا جماعة وشاف انه كلنا ماسكين التلفونات وبنلعب كلاش اوف كلانز، وعصب الاستاذ وصار يحكي هسه بتشوفوا شو راح اعمل فيكم، هسه بتشوفوا. وصرنا نضحك يا جماعة ونحكي يا زلمة هذا مفكر حاله قناص العرب قاعد بهدد فينا يا زلمة مين انت. وراح طلع من الصف وغاب عنا شوي، فاحنا كيفنا وظلنا نلعب على التلفونات. ولا بعد بشوي بنسمع خطوات الاستاذ قناص العرب، طخ 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 طخ. احا يا زلمة هذا راح ينادي قناص العرب. ودخل علينا الاستاذ وصار يحكي لنا تلعبوا بالتلفونات بالحصة يا كلاب، تعال تعال لف اللي قفاك يا كلب. وبعد ما اكلنا القتلة هاي يا اخوان خلص صرنا نلعب كلاش اوف كلانس ورا المدرسة، وبطلنا نلعب بالحصص بالمرة، يروحوا الاساتذة ينادونا قناص العرب يروح يموتنا ويحكي لنا يا كلب لا احنا مش ناقصنا، فصرنا نلعب ورا المدرسة. ومرقت الايام يا جماعة وانا قريتي صارت اقوى قرية بالصف، انا يا اخوان صرت تاون 9. ايامها يا جماعة كان اكثر اشي تاون 10، ما في تاون 11 ولا 12 ولا 13، كان بس تاون 10. فانا هيك صرت تاون 9 ومؤمن تاون 8 هيك يعني 8. الجدار عنده لونه أسود، أنا الجدار عندي لونه زي القداحة بضلع نار، أنا كنت تاون 9. والأضواء يا جماعة كلها راحت من مؤمن وإجت عندي أنا لأنه أنا صرت أقوى من مؤمن، وكلهم صاروا يغاروا مني يا جماعة أنه أنا سفاح وقريتي أقوى قرية بالصف وأنا سبقتهم وعملت عليهم ريمونتادا وصرت أقوى قرية بالصف. وخلص صرت أشوف حالي يا أخوان أنه انت قريتك تاون 7 وتاون 8، انا تاون 9 قربت اصير ماكس. تحكيش معي انا عمك، انا عمك. وبعد كم يوم يا جماعة لقيت مؤمن طور لتاون 9 وانا هون كبست معي بدي اصير تاون هو 10. بس كانت المشكلة انه معيش موارد وكان بدي جواهر عشان اجيب موارد واطور البيت، فهسه كيف بدي اجيب جواهر؟ لازم اشحن مصاري حقيقية، وانا ما كانش معي مصاري وقتها، واذا حوشت مصاري وجمعت مصاري ما كنت اعرف كيف اشحن اللعبة. فقلت خليني ابحث على الفيسبوك واشوف اذا في ناس بشحنوا جواهر ببلاش، وفعليا بحثت جواهر كلاش اوف كلانس مجانا، ولقيت جروب على الفيسبوك دخلت عليه، ولقيت واحد منزل منشور وكاتب شحن جواهر كلاش اوف كلانس مجانا، وكان كاتب انا شخص ثقة وبخاف ربنا وما بنصب عنه الناس. فأنا لما شفته كان كاتب زي هيك يعني شخص ثقة وبخاف ربنا وما بنصب على الناس، فأنا على السريع زي الغبي وثقت فيه ودخلت عليه على الماسنجر وبعثت له مسج، قلت له مرحبا ممكن تشحن لي جواهر ببلاش؟ قال لي أبشر هات إيميلك وكلمة السر وأصبر دقيقتين بتلاقي حسابك مليان جواهر. أنا قلت خلاص هسه بعمل قرية تاون 10 ماكس وبختم اللعبة. بعثت له الإيميل والباسورد وقعدت أستنى، استنيت دقيقة دقيقتين ثلاث دقايق، دخلت عليه على الشات بدي اقول له يا زلمة شو صار معك طولت شوي ادخل على القرية اشوف شحن جواهر ولا لسه. واول ما دخلت على الشات يا اخوان لقيته مغير اسمه لمستخدم فيسبوك، انه احا ليش غيرت اسمك ايش فيه؟ اجيت بدي ابعث له مسج لقيت مكتوب تحت انه لا يمكن التواصل مع هذا المستخدم. ورحت دخلت على اللعبة يا اخوان ولقيت انه حسابي متهكر، انا هون صفنت وكنت مصدوم ووقع التلفون مني وصرت اعيط وظليت مكتئب يا جماعة انه كل تعبي على كلاش هيك راح على الفاضي وانسرق حسابي. ورحت ثاني يوم داومت على المدرسة وانا منكد وتعبان وضايج مختنق مهموم وقلبي يأذيني. ولما وصلت على المدرسة يا جماعة كنت متأخر، فاجى علي قناص العرب ليش متأخر عن المدرسة يا كلب؟ استاذ بالله عليك خليني بحالي اللي فيي مكفيني. صفن في الاستاذ وعيونه بتغلغل بالدموع وحكالي يا كلب. المهم رحت على الصف وانا مقهور وزعلان وكنت مدمع، واول ما دخلت على الصف كل اولاد صفي هجموا علي وصاروا يتهاوشوا معي يا جماعه ويضربوا فيا انه مالكم يا اخوان ايش في اللي فيي مكفيني، انا الثاني اكلت قتله من قناص العرب وانا حسابي متهكر اصلا تيجوا انتم اصحابي تضربوني يا زلمه ايش في. وحكوا لي انه انت امبارح كاين تسب علينا بكلاش ولما خلصت مسبات طلعت من الكلان. انا صفنت فيهم وانا مدمع قلت لهم حسابي متهكر، ما صدقوني. دخلت على كلاش يا جماعة وصرت أفرجي فيهم وأقول لهم أيوا شوفوا حسابي متهكر، ولا فجأة كل أصحابي صفنوا فيا يا جماعة. أنا قلت هسه ببلشوا يواسوا فيا إنه معلش يا صاحبي خذ حسابي بدل حسابك، بس لا يا جماعة
كلهم صاروا يتمسخروا علي. يا اخوان مالكم تشمتوا فيي؟ ترى انا صاحبكم، يعني ايش في مالكم؟ لانهم كلهم كانوا يغاروا مني يا جماعه، لانه قريتي اقوى قريه بالصف، فصاروا يتشمتوا فيي انه انسرق حسابي. المهم يا جماعه، لما خلصت الدوام روحت على البيت وفتحت على جوجل وظليت احاول ارجع حسابي. طريقه استرجاع حساب جوجل، حسابي تهكر، ماذا افعل؟ وظليت امشي بالخطوات تبعت استرجاع الحساب يا جماعه، لحتى سالوني متى انشات هذا الحساب. انا هون صفنت يا جماعه وصرت احاول استرجع ذكريات، وكتبت شهر 10 2015، وحكولي اكتب كلمه سر جديده. احا يا اخوان زبط زبط الحساب زبط، وصرت ارقص بالبيت وكنت مبسوط على الاخر. انه احا بعد ما كنت باقصى لحظات الحزن صرت باقصى لحظات السعاده يا زلمه، يسعد الله. وكتبت باسورد جديد يا اخوان، وخلص هيك قدرت ارجع حسابي. رحت داومت ثاني يوم على المدرسة ودخلت على صفي يا اخوان، ولقيت اصحابي قاعدين، قلت لهم شو يا سقايط، هي قريتي قدرت ارجعها لاني هكر. كلهم صفنوا فيي وحكولي اوف يسعد دينك يا زلمة والله انك هكر، ولكم انتم بارح كنتوا تتمسخروا علي، هسه لانه رجعت القرية يسعد دينك الموضوع صار. ولما قلت لهم انا هكر يا اخوان، اجى علي واحد وصار يحكي لي بما انك هكر شو رايك تهكر لحساب حبيبتي على الفيس. قلت له يا حبيبي انا هكر اخلاقي، انا بس بسترجع حساباتي وبسترجع حسابات اصحابي، يعني اذا انسرق حسابك برجع لك، اما اني اخترق حساب حدا ثاني لا لا هذا مش شغلي. قال لي طيب واذا الشغله فيها مصاري؟ فيها مصاري خلص ابشر يا زلمه بهكر لك اياه. واصلا حبيبته يا جماعه كانت مؤمن من حساب بنت. اذا حابين احكي لكم هاي القصه اكتبوا لي بالتعليقات، ولا اقول لكم وصلوا هذا الفيديو 10000 لايك بنزل القصه اللي قلت لكم عنها الفيديو الجاي. المهم بعد كم يوم يا جماعه اجى نفس الشاب اللي هكر حسابي رجع بعث لي، قال لي اسمع هذيك المره صار في عطل فني وما قدرت اشحن لك جواهر، هاي المره هات الايميل والباسورد وبشحن لك جواهر. قلت له طيب ماشي زي ما بدك، بعطيك الايميل والباسورد بس خلينا نلتقي وجه لوجه. قال لي انا ساكن بالعراق انت وين؟ قلت له يا حبيبي انا بالاردن، يعني مش راح يزبط نشوف بعض وجه لوجه. قال لي ايوه معناته ابعث لي حسابك هون. قلت له استنى شوي هسه ابعث لك حسابي. وعملت جروب يا جماعه ودخلت عليه كل اولاد صفي، ودخلت مؤمن وبرضه دخلت اللي سرق حسابي، وبلشنا كلنا صرنا نسبسب عليه، اخذنا حقي منه يا جماعه بالمسبات، ما خلينا مسبه الا سبناها عليه. استغفر الله العظيم يا اخوان تعملوش زينا، بس كنا وقتها هبايل، بس انه اخذنا حقنا بالمسبات لانه كمان بنقدرش نلتقي فيه نضربه، فانه خلص اكتفينا بالمسبات وبس. والله يا جماعة هون بكون خلص الفيديو، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب، ويلا سلام باي.